رشا رشا يا رشا رشا هلو المدام فين؟ أوت أوت راحت فين؟ I don't know. إذا كنت أنا مش عارف أنت هتعرفي. عملنا أكل إيه النهاردة؟ 我说中国话你也听不懂 你们就快点得了呗 太慢了我都受不了了 快点 المهم في طرشي What? أكل إيه؟ What? أنت هتقعدي توطوطيلي كده كتير؟ يلا امشي من هنا. تكنيلة فهمك صعب زي العملة اللي بدفعها لك. منك لله يا رشا. كان لازم يعني واحدة فلبينية؟ مالهم المصريين؟ على الأقل يبقوا فاهميننا كده بنرغي بنقول إيه مع بعض. أنا مش عارف هي فين رشا دي. برضه ما بتردش. ماشي يا رشا. حسابك معايا لما ترجعي. هتيجي انا راسي يا بيبي. اقعدي هنا. الراس حرام. ما انت عرفتني وانا برقصك. هكا الاول كنت غريبه عني. انما هكا دلوقتي انت مراتي وانا مراتي ما ينفعش ترقص قدام الناس. بتغير عليا يا حبيبي؟ طبعا وبغير اكتر على رجولتي. بموت فيك يا روحي. انا بموت فيك. مش قدام الناس بقى. إذا كان كده ماشي. هلو ازيك يا مو؟ اللوز باللوز ازيك؟ ايه يا بنت انت تخنتي وربربتي كده ليه؟ خلقت ربنا. خلقت ربنا ولا رحتي عند المنجد وحشاكي بقى سلك والحركة؟ ما انا عارفكم بتعملوا بلاوي. كله طبيعي يا ربنا. لسه يا بنت حايره وطايره ومش راسيالك على بره كده احسن. طب ما تيجي يا بنت نكتب ورقتين والمك في بيت. ورقتين يا مختار تين ويتقطعوا اخيرا. يتقطعوا بعد اسبوع. ها قلت ايه يا راجل؟ ده انت متجوز وكمان مشي مع واحده اعرفها. ما هو ده الحلو ان انتوا الاثنين تعرفوا بعض، يعني ممكن احطكم في بيت واحد وتبقوا اصحاب. يا لهوي، عايز تخزلنا احنا الاثنين يا مفتري في بيت واحد؟ ما انا هاجي كل ليله اهويكوا شويه وارجع اقفل عليكوا تاني. لا انا عايزه شقه. طماعه. خلاص مفيش بقى غير ان انا اخدك في شقه الطياري. ايه الشقه الطياري دي؟ شقه كده عاملها للحتت الطياري اللي اخرها ليله والسلام. دي غير شقه الزمالك بتاعت مليكه؟ نفس الشارع بس على المصيف. ها قلت ايه؟ اتفضل. اذا كان كده ماشي. ادي الباسبور وتذكره السفر وبوسم العبد لله. اتفضلي. على فكره ميعاد السفر بكره. علاش ما ناجلها شويه قوم كده؟ وناجلها ليه؟ بالعمليه تمت وكل واحد خد نصيبه ونخلص خلاص. انت لازم تختفي لان انت طبعا عارفه مختار لو عارف ممكن يعمل معاك ايه. اصل لا اصل ايه، عيد ميلادي الاسبوع الجاي وكنت متعشمه انه مختار يجيب لي هديه او حاجه اطلع منه بيها قبل ما اسافر. انت ايه ما بتعتقيش؟ مش كفايه اللي طلعت بيه؟ المثل بيقول الطمع يقل ما جمع. بكره تكوني في المطار قبل ميعاد الطياره. وطبعا لو التذكره راحت عليكي انت هتجيبيها على حسابك. وساعتها بقى حلوه احنا مش مسؤولين. ماشي اهدي بس يا علي. انا مش مهم، المهم حياة بنتي هتقبل ايه من بعدي؟ ده انا لا اب ولا ام ولا حتى اخت تاخد بالها منها وتربيها وتكون جنبها. معقولة مالكيش قرايب خالص؟ بابا وماما ماتوا وماليش غير اخ وحيد عايش في كندا بقاله 10 سنين. وفين وفين لما بنتكلم؟ يعني ولا عمام ولا خلان ولا اي حد؟ كل واحد مشغول في حياته. احنا حتى ما بنتقابلش في الاعياد. ايوه بس ده ظرف صعب لازم يقفوا فيه جنبك. هيقفوا قد ايه يعني؟ بقول لك يمكن اموت ولا هيربوا بنتي من بعدي طول العمر. ايوه بس ده واجب عليهم، امال هيرموها يعني في الشارع؟ انا ما اقدرش اطلب طلب زي ده من حد، ده الناس بترمي عيالها في الشارع من الفقر، يبقى هيربوا عيال غيرهم. طمني يا علي، ربنا موجود وما بينساش حد. انا خايفه على بنتي قوي. هي العمليه امتى؟ اخر الاسبوع. طب بصي
انا هاخد حياه تعيش مع ماما لحد انت ما تقومي بالسلامه. مش هينفع يا عشر. مش هينفع ليه بس؟ دي هتتبسط معانا قوي. وايه ذنبها مامتك تربي بنت مش بنتها؟ يا ستي ماما مش لوحدها، هناك البيت مليان ناس، وبعدين اختي نوره بتحب الاطفال قوي هتراعيها. طب افرض ان انا مت بنتي. ما تكمليش يا علي، ما تكمليش. ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ انت هتعملي العمليه وهتبقي كويسه، وبعدين اطمني على حياتك، هتفضل معانا لحد ما تقومي لها بالسلام. مش عارفه يا اشرف، مش عارفه. لا فكري كويس، وانا بكره الصبح اعدي عليكي تكوني مجهزه لها شنطتها. الحمد لله على السلامه يا هاني. تعالي بعد نص الليل كده، كنت فين؟ كنت مع نانسي راجل بنحضر في الفيديو. قال ما يا سعد اشتريت شويه فساتين انما ايه يجننوا. يا دي نانسي هاني من اللي طلعت لي في المقدر جديد. كتر خيرها الست بتسلي وحدتي بدل ما انا قاعده طول اليوم وشي في وش الحيطه. معقوله يا رشا؟ كل الوسع ده وجنينه وحمام سباحه وبرضه بتقولي لي وش في وش الحيطه؟ جنه من غير ناس ما تندس يا سعد. يا هانم انا قاعد هنا بقالي 4 ساعات وحضرتك لسه مشرفه دلوقتي. والمفروض اعمل ايه يعني؟ اقعد استناك عشان اجيب لك التشت واغسل لك رجليك؟ وليه لا؟ انت مش مراتي والمفروض تدلعيني؟ الدلع له حدود يا حبيبي. طب قولي لنفسك بقى الكلام ده، لان واضح ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. هو انت فاضيلي اصلا؟ مش انا بشتغل؟ ولا انت فاكراني بسقيها ميه تطرح جنيهات؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انت عملت حاجه؟ ما كله ورث ابوك. لا يا حبيبتي، ورث ابويا ده اول اطفال، انما انا بقى لما هحط دماغي الثروه هتكبر وهتبقى اخر منجها. ماشي يا سيدي، ممكن بقى نبطل خناق وتقعد عشان افرغك الفساتين؟ ماشي، مع اني مش طايقك. ايه رايك؟ ايه ده بكام ده؟ مش هتصدق يا سعد، عشان خدته من الديفيليه خدت عليه خصم 20%. حلو قوي، اكتر حاجه بحبها في حياتي الخصومات دي. يعني وقف عليكي بكام في الاخر؟ 5000 جنيه بس. ليه 5000 جنيه؟ ده انا مش عارف احدد ده فوق ولا تحت ولا مكانه فين بالظبط. هي الموضه كده، انت مش فاهمك انت في الحاجات دي. انا بنتي اللي هبله وبتاكلي من اي كلام فاضي. وما كلش منه ليه؟ ايه ما شبهش ولا ايه؟ لا ازاي؟ تشبهي طبعا، تشبهي ونص كمان. انت بتدفعي حاجة من جيبك ما انا اللي بكوع. يوه بجد بقى انا زهقت منك ومن بخلك. اف انا اللي زهقت منك ومن بعزقتك للفلوس يمين وشمال. ايه هو مال حرام ولا ايه؟ لو سمحت بترجع امتى من المدبغة؟ بتنزل يا حبة عيني من صباحية ربنا، ترجع اخر الليل من المدبغة مدغدغة. جدع البت دي بصراحة، بقى اجدع من اخوكي مليون مرة. اما انت يا ماما لما بتقلبي على حد بتبقى في الحق ولا بتجني على حد؟ بصراحه في الحق. ايوه كده. في ايه يا عم؟ جاوب الست نور. ماشي يا عم. جاوب ليك يا ست نور. جاوب لي انا. من مين ده؟ من البنك يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض. في ايه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي. في 1,000,000 جنيه مسحوبين من حسابي. 1,000,000 جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف يسحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خبتك القوية.